إذن متابعين الكرام نتواصل بتواصل أشواطنا وتحديات هذه الشعارات وهذه الأسماء متابعينا الكرام مع الشوط السادس الذي يحمل لنا في طياته البكار المهجنات الأصايل مباشرة إلى مقدمة شوط الصدارة الأولى إلى الظبي لعامر بشطيط بن سويل من نوفلي يقدم لنا أيضا هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة مع الصدارة الأولى بينما المركز الثاني التواصل في هذه اللحظات والقدوم متابعينا الكرام هناك ذكرى لسهيل بن عبيد بن خيرات العامري بينما ثالث الأسماء التواصل من أيضا شعلة لخلفان بن ناصر بن يوعان الشامسي بينما المركز الرابع ضبا لسالم بن قنازل بن سعيد العفاري يقدم لنا هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة على أيضا رابع الأسماء بينما التدخل في هذه اللحظات والوصول لمتابعينا الكرام من أيضا هذا الاسم من فتوى لمبارك بن عبيد بن غيميل اليديلي يقدم لنا أيضا هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة من خلال فتوى في هذا المسار مع المركز الخامس حيث الدخول أيضا على سادس الأسماء والتواصل من طموح لمحمد بن عبد الله بن حمد بن يطبع العامري بينما أولى أيضا الوصول على سابع الأسماء ويتواصل مع الهدى عبد الله بن حمد بن يطبع العامري بينما هنا الوصول متابعين الأعزاء المركز الثامن التواصل لمشاهد الأعزاء مشعر بن غزول يقدم لنا أيضا انطلاقة سيطرة وهناك أو مشاهد الأعزاء نعم بالفعل محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري يقدم لنا سيطرة على تاسع الأسماء وعاشر الأسماء ياتي شعار بن غزول مقدما لنا هذه الانطلاقة الرائعة من خلال أيضا تواجد المتحدة سهيل بن مسلم بن غزول العامري هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام لهذه الأسماء ولنا عودة إلى الصدارة الأولى لنا عودة إلى مقدمة الشوط إلى الصدارة الأولى والمركز الأول متابعين الأعزاء صفق لهن سود الدوايب
إذن يا متابعين الكرام، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة شوط متابعين الكرام، وفتوى على الصدارة مبارك بن عبيد بن دغيميل آلي ديلي يقدم لنا هنا أيضا متابعين الكرام هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة، يقدم لنا فتوى بهذا المسار وهذا الاندفاع مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. بينما هنا الوصول والقدوم في هذه اللحظات من طموح لمحمد بن عبد الله بن حمد بن يطبع العامري، يقدم لنا طموح على ثاني الأسماء بينما ثالث الأسماء ويتواصل في هذه اللحظات ويتقدم متابعين الكرام مع سيطرة محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. بينما هنا الوصول على رابع الأسماء يتواصل في هذه اللحظات متابعي الكرام مع مزنة محمد بن مسلب غزول العامري، وهنا الوصول والتدخل من هذا الاسم الرائع والجميل في هذه اللحظات متابعينا الكرام مع الشايبة أهلال بن سعيد بن متعب العفاري، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى فتوى أو فتوى على الصدارة الأولى متابعين الكرام لمبارك بن عبيد بن دغيميل آلي ديلي، يقدم لنا فتوى على الصدارة، يقدم لنا فتوى هنا على مقدمة الشوط. الله الله من خلال هذا المسار وهذا الاندفاع، ولكن بن متعب قادم مع الشايبة أهلال بن سعيد بن متعب العفاري القادم بانطلاقاته بتحدياته، ولكن فتوى هي الأقرب للناموس، هي الأقوى أيضا متابعين الكرام من خلال هذا المسار. تهانينا والناموس لمالك فتوى مبارك بن عبيد بن دغيميل الديلي. بينما المركز الثاني كانت الشايبة الهلال بن سعيد بن متعب العفاري، بينما المركز الثالث وصلت مزنة لمحمد بن مسلب بقزول العامري. بينما المركز الرابع وصلت مشاهدين الأعزاء سيطرة لمحمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري، وخامس الأسماء. المركز الخامس مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في لسالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي. إذا تهانينا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام لمن قدم لنا أيضا فتوى في من خلال هذا المسار مبارك بن عبيد بن دغيميل آلي ديلي والتوقيت الزمني. إذا نعتذر عن التوقيت الزمني مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام. تهانينا والناموس لكل الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.